بتعليمات من مدير أمنها أطلقت مديرية أمن توكرا دورة تدريبية وعلمية هادفة. تركزت هذه الدورة على إيضاح المفاهيم الأساسية والطرق والأساليب الصحيحة والمواد القانونية الخاصة بمجال التحقيق، حيث تم تقسيم الدورة على جزئين. تناول الجزء الأول كيفية التحقيق في حوادث السير على الطرق العامة، أما الجزء الآخر فقد تناول الاستدلال في الحوادث والقضايا الجنائية والترتيبات التي تصاحب عملية الانتقال إلى مكان الواقعة ومعاينته بشكل دقيق. نحن كقسم تدريب ومديرية أمن توكرا وبتعليمات من السيد مدير الأمن بإجراء دورات تدريبية لمنتسبي المديرية من ضباط وضباط صف وفرات. نحن اليوم ومن داخل مدرسة الشهيد عمر المختار التعليم الأساسي أجرينا دورة تدريبية في مجالين التحقيق الجنائي وتحقيق الحوادث لمنتسبي هذه الدورة. المستهدفين من هذه الدورة حوالي 25 عضو من ضباط وضباط صف وأفراد يخضعون للتدريب في مجالين التحقيق الجنائي والحوادث. مدة الدورة حوالي 15 يوم. شرع قسم التدريب بإعداد دورة بأمور ضبط القضايا والتحقيق وهي تتمركز على محورين الحوادث السير والقضايا الجنائية والجنح، ونشكر كل من قام بهذه الدورة من ضباط وضباط صف وفرات. الناطق الرسمي باسم المديرية قال أن مثل هذه الدورات تهدف إلى تنمية قدرات المستهدفين منها وإكسابهم الخبرة في كافة المجالات الأمنية الهامة. وفي سياق آخر ومواكبة منها للتطور التقني في مجال نظم المعلومات، قامت المديرية بتركيب عدد من المنظومات الإلكترونية الحديثة التي من شأنها تنظيم كل ما يتعلق بالجانب الإداري وحفظ وأرشفة كافة المستندات الصادرة والواردة. بناء على تعليمات السيد مدير الأمن العميد رافع البرغثي تم تركيب وتشغيل عدد 2 منظومة إلكترونية بقسم الشؤون الإدارية، منظومة خاصة بالقوى العمومية من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين، تحمل جميع البيانات الوظيفية من ترقيات ونقل وندب وإجازات وغيرها. أما المنظومة الثانية وظيفتها حفظ وأرشفة المستندات الإدارية وسهولة الوصول إليها. يأتي هذا في إطار تدعيم أسس دولة القانون والمؤسسات وللحفاظ على الاستقرار الأمني وضبط الشارع العام وفرض هيبة القانون. لقناة ليبر حدث، خليل البرغثي.